اهلا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى اول فلوج، يعني ده هيبقى اول فلوج يعني اعمله في حياتي. فان عجبكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك. يلا بينا نخش على الفلوج. دلوقتي معانا في الفلوج يوسف عثمان. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يعني النهارده بقى فلوج، ده طبعا اول مره اعمله، فيعني كويس انا معايا ضيف منور. يا يوسف حبيبي والله. النهارده احنا في نادي الرحاب، احنا عايزين نلعب كوره بقى، فهنصور لكم كده، يعني يعتبر هنصور لكم شويه لقطات كده، يعني هتشوفوا بقى مهاراتنا. ماشي، يلا بينا بقى نبتدي نلعب. دلوقتي احنا بنتمشى في نادي الرحاب، بس يعني هنلعب كوره كده بس بعد شويه. يعني تعالى كده نتمشى، هصور لكم كده شويه لقطات، يعني لقطات، يعني اماكن هنا حلوه جدا. يعني بص، هتبص يا ابني في الكاميرا. ايه يا ابني؟ ازيك يا جماعه؟ لا طبعا، ده يوسف عثمان، ده اللي عمركم ما شفتوه في حياتكم بيتكلم عربي. يعني اول مره يعني تشوفوه بيتكلم عربي. انت على طول بتتكلم انجلش. ماشي. طيب دلوقتي هصور لكم بقى بعض اللقطات بقى. ودلوقتي كده احنا قاعدين، يعني بتشوف هنعمل ايه. يعني مثلا هنصور لكم اماكن، مثلا يعني صوتك. تعالوا بقى نشوف الاماكن كده. يلا بينا. ودلوقتي هنلعب لعبة الأسئلة، يعني يكون أسئلة في الكورة. أنا أسأل يوسف 3 أسئلة، وهو يبقى كده يسألني 3 أسئلة. ماشي. السؤال الأول، هيجواين رقمه كام في يوفنتوس؟ رقم 9. إجابة صحيحة. طيب آخر ماتش من الأهلي ويونج أفريكانز خلص كام؟ الاهلي المصري ويانج افريكانز خلص كام؟ اخر ماتش. اخر ماتش ده كان اخر ماتش لعبته. اخر ماتش لعبناه مع يانج افريكانز. اخر ماتش لعبته ما اعرفش الصراحه، بس هقول 2-0 الاهلي. الاجابه غلط، هو 2-1. ماشي. اوكي قريب. ماشي. السؤال بقى الاخير. كنت قلت 2-1 برضه، بس انا ما اعرفش. السؤال يا ترى، السؤال مين اللعيب اللي ممكن يجي اللي تتوقع ان هو يجي، اللي هو اقرب واحد يجي بدل نيمار؟ كوتينيو. برشلونه. كوتينيو. يا سلام. حافظ يا يوسف. طيب دلوقتي يا بنا هيبقى دور يوسف ان هو يسال. طيب السؤال الاول يا محمد، رقم لوكا مودريتش الجديد في ريال مدريد بعد ما خمس رودريجز مشي؟ عادي، عايز سؤال رقم 10 طبعا. صح، اجابه صحيحه. والسؤال الثاني، في ماتش اخر ماتش ريال مدريد لعبوا نجوم الدوري الامريكي، ماشي، الماتش خلص كام ومين اللي جاب الجون بتاع ريال مدريد؟ اوبا، الماتش تقريبا كان خلص 1-1 ولعبوا بلالتيات 4-2. بس يا ترى مين اللي جاب الجون؟ الصفقه الجديده باين سيباستيس ولا هو حد بيلعب مكان بنزيما؟ ولا كان في صفقة جديدة كانت جت؟ لا، هو كان رايح إعارة، ماشي، ورجع تاني للريال مهاجم كده. مهاجم؟ لا الصراحة مش عارف. قول. طيب كان هو انت الماتش خلص 4-2 وكان خلصان 1-1 بعد كده اخد درجة ونص. ماشي. بورخا مايورال عارفه؟ لا الصراحة مش متابع. لا هو كان يعني ساكر ودوه إعارة ورجع تاني وجاب الجون بتاع ريال مدريد. ريال مدريد لعب 3 ماتشات قبل ماتش نجوم الدوري الأمريكي. ايه هما وخلصوا كام؟ انا فاكر 2. ينفع اتكلم؟ قول. كان برشلونة وخسروا 3-2 للأسف يعني، بس انا بقول للريال انها ان شاء الله هترجع وان شاء الله تاخد الدوري، تاخد كل حاجة. ده طبعا للي مشجعوا ريال. وماتش اللي قبليه كان ماتش الصدمة 4-1 من مانشستر سيتي. طيب يلا بس. مش عارف. طيب كان في ماتش قبليه، ماشي، انا هقول لك انها لعبوا مانشستر يونايتد، بس الماتش خلص كام؟ ماتش بتاع مانشستر خلص 2-1 بنالتيات. ايوه، وكان خلصان والجون بقى اللي كانوا جابوه 1-1 كاسيميرو باين؟
كاس ولينجرد. انا صراحه مش فاكر بس لينجرد. يعني انت بتسال ومش عارف. لا هو يعني انا بقول انا اظن هو كان لينجرد اللي جاب الجون بتاع مانشستر وكاسيميرو طبعا عشان أيوه. كاسيميرو جامد. الاجابه صحيح طبعا. محمد جاب يعني كان حلو جاب حلو في الدقيقه اسرفته وبس. كان هذا ال نهاية الأسئلة الكروية. وطبعا هنتمشى ونشوف هنعمل ايه. هو كان نرجع لكم تاني طبعا نشوف يعني حاسس بيه وحش في الميه بالذهب. انا نفسي بصعد اول افطر بيحب بصعد على سفر اول شويه كان رايح وكان بصعد على بلاي ستيشن على التليفون كده. وابدا يعني طب بيحب ده بيحب بلاي ستيشن تليفون تليفون يعني مش 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 بعدو حضرتك يعني شفنا حاجة البليو تيم المولي جدا بتاع اللي كانت مولي وزن عمو دلوقتي لكم عنا عشان هنتلاقي فعلا. يلا نشوف ودلوقتي دلوقتي صورنا بعض اللقطات زي كانت سكوير تالنت سبورت موفن بيك كده يعني يعني اماكن حلوة ولا يوسف؟ طبعا صورنا حاجات حلوة. انا مش عارف يا جماعة يوسف كده شكله عايز ينام كده اللي هو مش يوسف. مركز لا يوسف عادي يا يعني. فاكر بس يعني طيب دلوقتي عادي. بقى احنا رايحين للحظة اللي كلكم مستنيينها. يا ترى يوسف بتفكر في اللي انا بفكر فيه؟ تعال بفكر فيه يعني انت مش عارف بفكر ان احنا مثلا نروح نلعب كورة ونوريهم احنا بنلعب ازاي. ايوه يلا نلعب كورة يلا بينا يلا بينا يلا خليكم معانا. ودلوقتي هنبتدي السكيلز بتاعت يوسف يعني يا رب بتعجبكم يعني هنبتدي السكيلز زي حابب هو بقى يستعرض مهاراته. يلا بينا بقى نشوف. يلا يوسف عاش يلا يا كابتن يعني هو بيحاول يحاول يستعرض مهاراته كمل كمل يعني بقى بيجاوب بقى يعني يجاوب بس دلوقتي يا جماعه هنشوف مهارات محمد وهنشوف يقدر يعمل ايه بالكوره. ويلا بينا يلا محمد يلا وايه اللي عجبكم الفلوج ده؟ ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك. انا عن نفسي استمتعت جدا لان كده خدت ثقه في نفسي ان انا ان شاء الله هقدر انزل فلوجات كتيره. وايه رايك يا يوسف بقى في الفلوج؟ والله كان فلوج حلو قوي واحنا استمتعنا واحنا بنعمله. ان شاء الله نعمل فلوج ثاني مع بعض الايام اللي جايه ان شاء الله. وانا بس بديكم نصيحه للي عايز يعملها ولا مش عايز يعملها. يا ريت يعني لو اللي عايز يعمل فلوج مثلا اتنين يعملوا مع بعض في نفس الفلوج يعني مثلا كل واحد يدي فكره للتاني كل واحد يتكلم كده فيعني براحتكم بقى. تشوفوا اعملوا طبعا سبسكرايب ولايك وتعملوا يوسف خالد سبسكرايب ولايك عشان بنزل حاجات جامده جدا. طبعا انتوا اكيد بقى دي اول مره تشوفوه بيتكلم بالعربي انا دايما بيتكلم على الانجليش هو يحاول يتكلم بالعربي لو حاب. ماشي باي باي باي. كنت في حاجه بس نسيت اقولها في الاندينج. لو عايزين نعمل مع يوسف تاني فلوجات يا ريت نوصل الفيديو الفلوج ده يعني ل 12 لايك. ايوه 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 كده 12 لايك محمد ماشي.
ماشي يا يوسف. المهم وريتك ماشي يا يوسف والنبي لطك يوسف. اوه